وللمزيد من التفاصيل نتابع مراسلنا أحمد الحسيني من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواء مباشرة. أحمد، وفينا بالتفاصيل حتى الساعة. نعم إيمان ومحمد، تحية لكم. بالفعل أحييكم من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. تبقى نحو ساعة أو أكثر قليلا على انتهاء اليوم السادس من استقبال الهيئة لأوراق الترشح من قبل السادة مرشحي رئاسة الجمهورية. حتى هذه اللحظة لم يترشح أو لم يتقدم أحد إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا اليوم السادس، وبالتالي نحن نتحدث عن ثلاثة مرشحين فقط هم الذين تقدموا للهيئة الوطنية للانتخابات. كان آخرهم يوم أمس رئيس حزب الوفد المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، وقبله كان الدكتور فريد زهران، وقبله أيضا كان المرشح الرئيسي أو مرشح رئاسي السيد عبد الفتاح السيسي. من المقرر أن تظل الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي أوراق الترشح حتى 14 من أكتوبر الجاري. كانت قد فتحت أبوابها لتلقي الترشح من يوم الخامس من أكتوبر، ومن المقرر يوم 16 من أكتوبر أن تعلن عن القائمة المبدئية للمرشحين، لتعلن يوم السادس أي يوم 9 من نوفمبر عن القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية الذين سيخوضون منافسات وغمار انتخابات رئاسة الجمهورية 2024. أشير أيضا إيمان في هذه النقطة إلى أنه ينبغي حتى يتم قبول أوراق الترشح أن يكون هناك نحو أو ما يزيد عن 20 من تزكيات من السادة أعضاء مجلس النواب، أو نحو 25,000 توكيل شعبي من المواطنين من 15 محافظة. نتابع معكم على مدار الساعة وكل يوم حتى 14 من أكتوبر طلبات الترشح التي يتم التقدم بها من السادة المرشحين المحتملين أو وكلائهم حتى يوم 14 من أكتوبر من هنا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. إليكم زملائي في الاستوديو. أشكرك جزيلا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات أحمد الحسيني.